رعد صار جاهز. صباح الخير من جديد رعد. صباح الخير من جديد لك ألكساندرا وأيضا لكل المشاهدين الكرام. شو هالإطلالة الحلوة هاي؟ دائما ألكساندرا بنحب نطل عليكم بمناظر جدا جميلة من بلدنا الحبيب. خبرنا هلأ أنت وين موجود؟ بماحس، بالفحيص، بأي منطقة؟ نعم احنا بلواء ماحص، هذا اللواء الرائع جدا. طبعا احنا بمقام الخضر عليه السلام، بس ألكساندرا بدي احكي لك، هاي الشجره اللي من خلفي اسمها الملول، عمرها تقريبا 680 عام، وايضا هاي شجره السنديان عمرها 490 عام. يعني هون في اشجار تاريخيه في مقام الخضر عليه السلام، طبعا جدا مناظر جميله وجدا مناظر رائعه كما تشاهدون. انا عم بخطف هيك نظرات على الكاميرا، عم بشوف شجرة الملول وعم بشوف هذا المشهد الجميل من مقام الخضر عليه السلام. اكيد رعد راح نترك لك الهوى حتى هيك تعطينا شوية معلومات، تفضل. نعم شكرا ألكساندرا. طبعا بدي اصبح على مشاهدينا الكرام من جديد اينما كانوا من داخل وخارج حدود مملكتنا الاردنيه الهاشميه. طبعا احنا معكم من مقام الخضر عليه السلام. طبعا رح يكون معي الدكتور احمد الخرابش مدير اوقاف البلقاء، وايضا معنا الاب بندليمون الخوري راعي كنيسه الروم. بدي ادخل الان الى المقام. يعطيكم الف عافيه وصباح الخير دكتور. صباح الخير ابونا، يعطيك العافيه، كيف حالك؟ طبعا مشاهدينا الكرام احنا معكم من مقام الخضر عليه السلام. طبعا راح نبدا الان مع الدكتور احمد الخرابش مدير اوقاف البلقاء، يعطيك الف عافيه وسعد الله صباحك. الله يعافيك ويسعد صباحك وصباح المشاهدين على امتداد الوطن. دكتور تحكي لنا بالبدايه عن المقام اللي احنا موجودين فيه بشكل عام. اخي الكريم، هذا المكان هو واحد من الاماكن التي يعني تعتبر مكانا مشتركا بين الإسلام والمسيحيين، فأرضه كما هو ثابت بالسجلات والقيود تعتبر أرضا مشتركة ما بين المسلمين وإخواننا المسيحيين. والحقيقة أنه هذا المقام هو من ضمن مجموعة مقامات تقع ضمن اهتمام اللجنة الملكية لإعمار مقامات الصحابة والأنبياء الملكية، التي يعني أمر جلالة الملك بتشكيلها، وهذه اللجنة الحقيقة تهتم بجميع المقامات ومنها هذا المقام الذي نحن فيه. وأيضا نصب على أبونا يعطيك ألف عافية، وإحنا الآن موجودين في مقام الخضر عليه السلام. الله يعافيك وصباح الخير للمشاهدين الجميع، وأهلا وسهلا فيكم في هذا المقام المبارك، والصباح المبارك للجميع إن شاء الله. احنا نتكلم الان عن العيش المشترك وخصوصا في منطقه ماحص والفحيص بين المسلمين وايضا اخواننا المسيحيين. اول شيء انه بالنسبه لنا كديانه مسيحيه عبر التاريخ وقدوم الاسلام، بدت الحياه تعيش مع بعض البعض كمجتمع متكامل، كانسان تجاه انسان الاخر. هلا بغض النظر شو تطلعات الانسان نحو الدين، لان الدين هو لله، زي ما نقول احنا عم نعيش مع بعض. خصوصا حنتكلم في المكان اللي احنا فيه، في مدينة ماحص اللي هي قريبة من الفحيص، دائما هم اهل مع بعضهم البعض، يعني ما كان هناك اي فروقات بيناتهم، وكانوا عايشين باستمرار. حتى في مناسباتنا الدينية اللي احنا بنعملها سنويا في هذا المقام، دائما بيوتهم كانت مفتوحة ان ندخل عليها ونطلع كبيوتنا مع بعض البعض. نتكلم عن مناسبة 6/5، وتحدثنا قبل قليل عن هذه المناسبة، أيضا هناك تشارك بين المسلمين والمسيحيين في كافة المناسبات. هلا احنا عندنا العيد الرسمي بالنسبة للمقام أو للقديس جورجيوس، عندنا عيدين، عيد 6/5 اللي هو عيد استشهاده، وعندنا عيد ب 3/11 اللي هو عيد نقل رفاته من القسطنطينية إلى مدينة اللد. فهو المقام بالنسبة لنا كإيمانيا هو موجود في اللد، وهالعيد نيجي من جميع مناطق المملكة بهذا العيد بيزوروا هذا المكان. أيضا زي ما تكلمت عم بيجوا برضو وفود إسلامية، حتى بيجوا من دول خارج الأردن لزيارة هذا المكان، فبنحتفل بهذه المناسبة بهذا العيد ومع أخواننا المسلمين اللي إحنا دائما بنعيش مع بعضنا البعض في كل مناسباتنا، حتى بأفراحنا بأعزانا كلنا في مشاركة مستمرة مع بعضنا البعض. نعم. طيب إذا بدي أنتقل للدكتور أحمد، طبعا دكتورنا نحكي أيضا كمان عن العيش
المشترك بين المسلمين وأيضا أخواننا المسيحيين؟ أخي الكريم، نحن الحقيقة تجاوزنا، كما أقول دائما، تجاوزنا مرحلة التعايش، وأعتقد أنه كلمة تعايش كلمة يعني غير مناسبة، إلى أن ننتقل إلى الكلام عن موضوع العيش المشترك. فالحقيقة أنه كلمة العيش، نحن نتكلم في الأردن عن واقع، فنحن تحت المظلة الهاشمية برعاية وعناية واهتمام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والعائلة الهاشمية الكريمة، نعيش في إطار العيش المشترك بعيدا عن خصوصية الأديان لكل فريق من الفرق، لكن نحن نعتقد أنه هناك إنسان يعني يجاور أخوه الإنسان ويعيش معه عيشا مشتركا، يشاركه في المناسبات، يشاركه في همومه وأموره، وأيضا تتبادل الناس الزيارات في الحالات المختلفة. وأيضا الحقيقة أنه هناك شيء من كأنك تلحظ عدم وجود فوارق اجتماعية بين الناس في إطار هذا العيش. ونحن الحقيقة نحمد الله عز وجل، وخصوصا في هذه المنطقة، منطقة لواء ماحصول في حيص، هي تعتبر نموذج لمثل هذا العيش المشترك الذي هو كما قلت واقع نتحدث عنه، وليس تنظيرا مدعى يدعى كما هو عند آخرين في مناطق مختلفة أخرى. دكتور، أنا بدي أستأذن منك وأروح إلى أبونا أيضا. رسالة منك الآن إلى كل مشاهدينا الكرام عبر شاشة التلفزيون الأردني اللي قاعدين يشوفونا الآن. أول شيء بحب بهذا اليوم المناسبة نرفع أول شيء تهانينا لصاحب الجلالة بعيد الاستقلال اللي راح يصادف يوم الخميس، اللي هو راح يصادف عنا أيضا إحنا مناسبة دينية بهذا العيد الوطني اللي هو عيد الصعود. وبهذه المناسبة توجه للجميع إنه سواء كان إسلامي أو مسيحي، إنه دائما إنسان وليس كديانة أخرى. يعني إحنا الله لما خلق الإنسان خلق آدم، فإحنا كنا أبناء آدم بغض النظر عن المعتقدات الدينية، لأن هاي علاقة الإنسان مع الله وليس علاقة الإنسان مع الإنسان. فالإنسان يجب أن يعيش كإنسان تجاه الإنسان، ويحب أخوه الإنسان كإنسان عم بعيش معه في هذا المجتمع. شكرا لك ويعطيك العافية. أهلا. أيضا الدكتور أحمد، بدنا أيضا رسالة منك إلى مشاهدينا الكرام عبر شاشة التلفزيون الأردني، وأيضا إحنا الآن مقبلين على شهر رمضان المبارك، رسالة منك إلى كل مشاهدينا الكرام. أخي الكريم، اسمح لي بداية أن أتقدم ببالغ التهنئة والتبريك إلى قيادتنا الهاشمية وإلى شعبنا الأردني وإلى أمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. والحقيقة أنه وصولنا إلى رمضان هي فرصة منحنا إياها الله عز وجل لنراجع فيها حساباتنا مع الله عز وجل، وأن الحقيقة نبتعد عن كل المظاهر التي من شأنها أن تخدش عبادة الصوم وأن تؤذي مشاعر الصائمين، فهي عبادة وهي ركن من أركان الإسلام تستحق منا أن نؤديها وفق ما أمر به الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله نحن أهل لذلك في هذا البلد العزيز. ومبارك للجميع حلول هذا الشهر، كما نبارك أيضا بمناسباتنا الوطنية المختلفة، ونسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على وطننا وعلى أمتنا في ظل قيادتنا الهاشمية الرائدة. مشاهدينا الكرام، ها هو العيش المشترك، ها هو التسامح، ها هي المحبة اللي احنا دائما بنحكي عنها. والآن احنا معكم من مقام الخضر عليه السلام ومن منطقة ماحص تحديدا. يومي غدا ان شاء الله راح اكون معكم من لواء الفحيص، وايضا نتكلم كثيرا عن المواقع الموجودة داخل منطقة الفحيص. قافة برنامج يوم جديد ما زالت مستمرة معكم. نشكركم لحسن وكرم المتابعة اينما كنتم من داخل وخارج حدود مملكتنا الأردنية الهاشمية. الآن راح ارجع الى زملائي في استوديو برنامج يوم جديد لاستكمال فقرات برنامج يوم جديد. شكرا رائد، اليوم كنت معنا من الفحيص وماحص و